للمزيد أكثر وتفاصيل أكثر عن هذه الدراسة نعرفها من دكتور هاشم بحري استشاري الطب النفسي. صباح الخير دكتور هاشم. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أكيد دلوقتي في ناس كتير بتشوفنا وتسمعنا وإحنا بنقول تفاصيل هذا الخبر، مدى الأهمية اللي موجودة لأن أنا أقدر أحافظ على العقل لكبار السن بعيدا عن الخرف بعيدا عن الزهايمر، أن أنا أبتدي أقيم أو يبقى فيه وقاية إن صح القول؟ أنا هقول لك طبعا حاجة، هقول لك حاجة عن الدراسات واقعية جدا. عملنا كان معمول دراسة في انجلترا لاثنين اخوات توأم في اسرتين تبنوهم لان اهلهم سابوه. في واحد كان في مطبعة وواحد كان بيعمل احذية. اللي كان في المطبعة كان بيقعد يقرا كتب شويه وهو بيعملها، والتاني ما كانش بيقرا. عند سن الثمانين اللي شغال في المطبعة عنده مهارات دقيقة وبيعرف يشغل مخه وعقله. اللي كان في صناعة الأحذية مخه كان في الحقيقة ما عندوش درجة وعي عالية وبالتالي أصيب في طرف التهوة. ده بيورينا إنه النشاط العقلي يؤدي إلى الحماية من الشيخوخة. زي بالضبط واحد عنده عضلات كبيرة في الشباب بتاعه لما كبر العضلات خفت لكن قادر يعيش بيها، لو كان من هو صغير ما عندوش عضلات خالص هيجي في السن الكبير ما يقدرش يتحرك. يعني اتفضل يا دكتور. كنت بقول لحضرتك انه خلال هذا الخبر كنا بنتكلم عن 70 سنة او اكثر، وحضرتك دلوقتي ضربت مثال انه من بدايات السن. هل الامر بيختلف من سن لاخر وبيحتاج مني ممارسة هذا النشاط على فترة طويلة علشان يحميني في المستقبل؟ بالضبط بالضبط. يعني بعد سن 50 لازم اراعي جدا الامراض زي ارتفاع الكوليسترول، امراض القلب، السكر، الضغط، لازم يبقى فيه متابعه. واحنا انا شخصيا مشرف على دار الباقيات الصالحات اللي اسسها الدكتور عبد الكحلاوي رحمه الله عليه. عبد الكحلاوي ايوه، وده كان من مده طويله. والدكتور عبد الكحلاوي اتعمل في الموضوع ده، وعندنا 200 مريض من مرض خرف الشيخوخه. فاحنا بنشوف بدايه المرض وتقدمه وفي الدرجات العليا بتاعته. طبعا كل ما بتقول الاهل عندها وعي، احنا عندنا عياده للوقايه من الزهايمر. تنشيط العقل في البدايه يقي من امراض كثيره فيما هو قادم في العمر. بشكرك دكتور هاشم بحري استشاري الطب النفسي، شكرا لحضرتك.